اهلين عمي ابو مصطفى. يا بيت اهلين وسهلين باخي ابو مصطفى شريف. لا اهلين ولا سهلين ابو النار. خير شو في؟ اسمع يا ابو النار، معك جمعه واحده وبترحل انت وعيلتك من الحاره كلها. خير شو صاير؟ مثل ما سمعت، ولا تخليني اغلط بحقك. ليش انا مش اغلط بحقك؟ هلا غلطت ولا ما غلطت؟ ما عاد في حكي بيناتنا بنوب، ومثل ما قلت لك جمعه واحده وما عاد بدي اشوف وشك بالحاره كلها. لك عم اقول لك شو غلط في حقك؟ بالناس كلمه يا عقيد حارتك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو بو هذا القلب علينا؟ والله ما بعرف يا ابي، ما بعرف. لك ليكون مقروما بعتان امك لعندهم على البيت مشان تخطب بنته. والله ما بعرف شو السر يا ابي، والله ما بعرف. وين بدنا نروح؟ وين بدنا نروح؟ خلص اقعد يا ابي، لا تعصب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شو البلاوي اللي عم تفوق علينا هيك؟ قال عم بيدوروا على السلاح. ولك شو ها؟ ايش مفكرين الحارة سكنة عسكرية؟ لك الله لا يوفقهم على شغلهم، فاتوا على البيت، نكتوا غرفة شكري، نكتة الله مولاها، ما خلوا غرض على غرض، حتى فرشة تخته ما سلمت من بين ايديهم. وليش غرفة شكري وفرشته خصناص؟ قال عم يدوروا على سلاح، هو يقبر قلبي، ماله بهالوارد بنوب. بس من وقت قصة المغضوب محجوب الكندرجي، شكوا فيه، وما نسيوا لهلا. ولك يضربوا شو قليلين مبدأ ومفهومية. شو دخل هديك القصة بهي القصة؟ هذا اللي صار، تقبر قلبي سهيلة لهلأ عم تشتغل فيها وترتب له إياها. الله يخلي لك إياها ويسلمها، والله ما في منا. ما علينا. ليلي شو صار بموضوعنا؟ إن شاء الله البنت وافقت. وافقت، ألف مبروك. وتشاورنا نحن وأبوها، وإذا الله عطاكم نحن عطيناكم. ليش؟ الله يبشرك بالخير، فرحتيني. نتكل على الله لك. ونعم الاتكال. معناتها بنحدد كتب الكتاب وبرد لكم خبر، وكل شيء بقيان بنتفق عليه. ولا يهمك أم رمزي، أنا بعرفك وبعرف أصلك ومعدنك، وبعرف إنه بنتي رايحة من بيتها لبيت أهلها. إيه هلأ بدي أبو النار وعيلته يطلعوا من الحارة يا زعيم. ممكن نعرف ليش؟ ما حدا يسألني بنوب. طيب ما بدنا نعرف شو مساوي أبو النار لحتى عم تحكي هذا الحكي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو صاد أبو مصطفى؟ غريب، لازم نشوف أبو النار لحتى نفهم منه شو صاير بيناتهم. ضروري. تفضل.